عيد ميلاد الرجل الذي يعني أصبح أيقونة الوسامة والرجولة والجاذبية لدى كل المشاهدات العرب، والرجالة العرب كلهم كانوا يعني في الوطن العربي بالكامل يحبوا يقلدوه، مشيته وضحكته وشياكته وخفة ظله وتسريحة شعره. رشدي أباظة يعني ده أكيد مما لا شك فيه، رشدي أباظة مما لا شك فيه، مما لا شك فيه هو ظاهرة من وجهة نظري المتواضعة، أقول لك كده يقينا ظاهرة سينمائية غير مكررة. وتلاقي كتير جدا من الممثلين اللي ظهروا في أجيال تالية على رشدي أباظة يجي يقول لك ده بيقولوا عليا إن أنا خليفة رشدي أباظة، ده بيقولوا عليا إن أنا رشدي أباظة الجديد. طيب تيجي هنا تسأل إشمعنى رشدي أباظة؟ ده سؤال مهم، يعني مفيش حد مثلا قال لك إيه ده خليفة عمر الشريف، ده خليفة شكري سرحان، ده خليفة أحمد رمزي، مفيش حد اتقال عليه كده خالص خالص. لكن كتير حاولوا دايما بصرف النظر عن الأسماء، وفي بينهم أسماء أصبحت كبيرة دلوقتي، كتير يقول لك إيه أصلا ما بيشبهوني برشدي أباظة، أصل المخرجين بيعتقدوا أنه أنا خليفة رشدي أباظة. إشمعنى رشدي أباظة؟ خلونا يعني نسأل يمكن السؤال ده لشقيقة فنان ونجم خالد في تاريخ السينما المصرية والعربية ما بين قوسين. بالمناسبة رشدي أباظة عمل أفلام أوروبية وعمل أفلام في إيطاليا. سيدة منيرة أباظة معانا على التليفون، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ يوسف، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. اشمعنى رشدي أباظة اللي كل الناس عايزه تبقى زيه يا فندم؟ يعني حضرتك قلت حاجه انه فعلا رشدي أباظة كان بيجمع حاجات كتيره جدا جدا كانت موجوده في رشدي أباظة. خفه دمه، احترامه للعمل بتاعه، احترامه لزملائه كلهم، كان بني آدم كامل وسوي في كل حاجة، في كل تصرفاته كان سوي، كل حركاته يعني كان فنان شامل. يعني رشدي أباظة أنا دايما كنت أقول الله يرحمه رشدي ما كانش ممثل، كان فنان، يعني كان بيحب الفن، بيتقن الدور اللي يعمله إتقان بدون ما يفكر. عمره رشدي مفكر على فكرة في الفلوس، أحب أقول لك أستاذ يوسف عمره ما كان بيفكر في الفلوس، ولا عمره قال انا الفيلم ده خدت فيه كام او الفيلم ده هاخد فيه كام. هو كان اهم حاجه بالنسبه له الدور اللي جاي له هيؤديه ازاي. هو ده رشدي أباظة، شامل كل حاجه، واحترامه لنفسه واحترامه للناس واحترامه للجمهور واحترامه لزمايله. فلما كل ده يجتمع في شخص واحد يبقى ده الرد على حضرتك انه ليه كان رشدي أباظة الناس بتحبه وما زالت بتحبه لحد دلوقتي. مين في العيله شبه رشدي أباظة؟ يعني انا الحقيقه ليا اصحاب كتير، اصحاب نادي واصحاب الجامعه واصحاب مدرسه أباظيه زي ما بيتقال، بس الحقيقه ولا واحد فيهم رشدي أباظة. لا اقول لحضرتك حاجه، هو فعلا رشدي أباظة كان الأباظيه عموما ليهم شكل معين. ايوه يعني عشان كمان بيتجوزوا من بعض على طول. الأباظية ما تجوزوش من بره أبدا، لا مش ممكن. فتلاقي فعلا الأباظية كلهم كوش كده شكل واحد، يعني انت أيوه. بص مثلا تقول ايه وجيه أباظة، منيرة أباظة اللي هو انا ده اللي باين طبعا اهو الصورة اهي. ايوه في اللمحة كده، بس كجمال رشدي أباظة. رشدي أباظة اقول لك حاجة، ما في كمان عرق إيطالي. صح، في عرق ايطالي. ما هو مصري مع ايطالي، فتخيل بقى مصري مع ايطالي يطلعوا ايه. ايوه طلعوا رشدي أباظة. ودي حضرتك ونونو دي ومامتي، دي مامتي. ايوه والدتي ورشدي، يعني انه طبعا ماما والدتي اللي هي مش مامة رشدي الايطاليه، والدتي أيوه. ربة رشدي. انا عارف في الفتره اللي انت شايف فيها دي هي شباب، وده هو كان مع والدتي هي اللي ربته هي اللي كبرته. فالأباظية صحيح زي ما حضرتك كنت بتقولي كلهم تقريبا ليهم شكل يعني شبه بعض، والأباظية اتجوزوا من جوه العيلة، بس برضو عشان كده كنت بقول رشدي أباظة الله يرحمه هو الأكثر وسامة في العائلة فعلا، وشخصيته مختلفة. الأباظية دمهم خفيف، أنا أقدر يعني أبصم بالعشرة، أنا ليا مثلا سبع أصحاب قوي كلهم دمهم زي السكر،
بس برضو مش رشدي اباظه في حاجه. لا. رشدي فيه، انا بقول لك رشدي فيه كاريزما مش طبيعيه. صحيح. يعني انا اقولها، انا هقول لك حاجه يا سيدي. اتفضلي. يعني انا لغايه هذه اللحظه انا بلاقي بنات صغيرين عمرهم 14 سنه 17 سنه يعني. ايوه. يعني ابص الاقي، يعني انا بتخض، يعني انا لسه قريب جدا جدا لقيت حد بيكلمني وعمال يكلمني وانا مش برد على اي تليفون، انا ممكن اشوف مين اللي بيكلمني يعني. فمن كتر الالحاح وانا فلانه، طب من فضلك يا طنط كلمني، طب فانا قلت لازم اكلمها اشوف يعني. انا اتصلت لقيتها بنوته صغيره عمرها 17 سنه بتقول لي انا عارفه حضرتك وشفت حضرتك في كذا حلقه، نفسي اتعرف عليك، انا بموت في رشدي. قلت لها يا بنتي انت عندك كام سنه؟ قالت لي 17. قلت لها طيب رشدي ده ميت بقاله، يعني متوفي بقاله حوالي دلوقتي داخل على تقريبا 47 سنه 48 سنه، انت ما كنتيش اساسا يعني موجوده. ففعلا ده رشدي كانت عنده كاريزما مش طبيعيه يعني بجد، شباب صغيرين وبنات صغيرين ما زالوا لحد لما انا بيشوفوني بقول لهم على فكره انا مش رشدي، يعني انا اخت وانا مش رشدي، قد ما بحس انهم قد ايه فرحانين انه شايفين حد من ريحه رشدي زي ما بنقول كده بالبلد، يعني من ريحه رشدي. أيوه. كده هو. ففعلا رشدي لا كان شخصيه مش طبيعيه. فانا بقول لك رشدي من اخلاقه رشدي كان اخلاقه عاليه جدا جدا. هو يمكن حتى احنا الناس العاديين بنشوفه راجل حبوب كده لطيف، هو وهو شاب وهو كبير دايما وسيم دايما خفيف الظل دايما كده اكسلانس في نفسه، يعني حتى وهو بيعمل ادوار يطلع فيها شعبي برضه طالع اكسلانس، يعني ما مش عارف كان غريب جدا جدا يعني. وغالبا هو الراجل الوحيد اللي كان لاقي عليه الشنب. اه والله. الرجاله كلهم تقريبا كانوا بيبقوا خنبات يعني. أي. بس الشنب الوحيد اللي حلوه على رشدي زي ما بتقول. يعني الفتره دي هي في الزمن ده كان تقريبا كل الشباب لازم يبقى عنده شنب علشان دي ومش لايق عليهم زي رشدي اباظه برضه. لا 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 لا, لا شيء غريب. سبحان الله سبحان الله. عليهم. الله يرحمه. واحنا يعني بنحاول نحيي ذكراه قدر الامكان، وهي احنا مش الناس مش محتاجه انها تفتكر ان هم فاكرينه، طبعا افلامه موجوده صوره دايما موجوده في اذهان الكل زي ما حضرتك قلتي، حتى بنات عندهم 17 سنه بيحبوا رشدي اباظه. يعني هنعمل ايه احنا جنب رشدي اباظه؟ خلاص كده. انا بشكرك جدا منيره هانم، شكرا جدا لحضرتك، نورتينا يا فندم وشرفتينا، وربنا يدي الجميع الصحة. الأباظية عائلة زي ما أنتم حضراتكم عارفين، واحدة من عائلات الأستقراطية الكبيرة في مصر، أصولها بتمتد للقرن 19 مع يمكن في فترة الخديوي إسماعيل ظهرت العائلة بقوة. العائلة فيها الكثير من كبار رجال الدولة والأدباء. رشدي أباظة هو الفنان بتاع العيلة، الممثل بتاع العيلة، الولد الشقي بتاع العيلة، وأصبح إكسلانس السينما المصرية لو صح الكلام يعني، أو المسمى أو التعبير، حتى وهو بيقدم أدوار راجل من منطقة شعبية أو فتوة أو بلطجي أو رئيس عصابة دايما إكسلانس. رحم الله رشدي أباظة وحياة طنط كيمت اللي ما حلفش بيها كدب أبدا. فاصل ونكمل الكلام.